أيها الحب الكريم عشاق الأصالة والتراث، هنا تتواصل التحديات والانطلاقات في هذا المسار الكبير. شوطر الخامس بالأبكار الصعوب، مساوئتنا 1200 متر. السيرة مع البداية مع مهمة مطر بن غدير بن حمد الدرع يقدم مهمة على المركز الأول، بينما المركز الثاني الشايبة علي بسالم الحلامي، بينما المركز الثالث الوصول الهبة من تتقدم سالم بن ناصر، سالم بغانم بن ناصر الدرع والمركز الثالث. هنا أيها الحبل الكريم القدوم يا سالم بغانم بن ناصر الدرع من يقدم لنا الهبة، لكن أعود عند البداية، أعود عند الصراع المقدمة، أعود ما شاء الله تبارك الله. الشايبة سالم بن علي الحلامي من يأتي على المركز الأول، لكن حذاري أرصد القادم مهمة مطر بن غدير بن حمد الدرعي، والمركز الثالث الوصول الهبة من تقدم سالم بن ناصر، سالم بغانب بن ناصر، ولكن أرصد الله مهمة وكلت بمهمة هذا الشوط، غيرت مجريات هذا الشوط، وتابع هذه العروض التي تقدمها مع خط النهاية مع الفوز. يا سلام على هذا التحديات المثيرة، سلام يا مالك مهمة وكلت بمهمة هذا الشوط، وهي كفو لهذا الانطلاق. تهانينا لمالك مهمة مطر بغدير بن حمد درعي، اسعد الله صباحك. المركز الثاني والحول الكريم الشايبة علي بسالم الحلامي، المركز الثالث وصلت هنا لسالم بغانب بن ناصر الدرع. التوقيت زمني 1:48 17 جزء من الثانية. التهاني لمالك مهمة مطر بن غدير مطر بن غدير بن حمد درعي صاحبة العرض المميز والمثير.